حضرات عن الإلكترومغنيتيك، واتمنى ان حضرتك تعيش من كده بالمشاركه ان شاء الله. ان شاء الله هنكمل دي المحاضره الثالثه. احنا اخذنا الإلكتروستاتيك، وبعد كده اخذنا اللي هو الماجنتوستاتيك. النهارده بقى هنبدا نشوف لو المجال الكهربي بيتغير مع الزمن، وكمان المجال المغناطيسي بيتغير عندنا مع ايه؟ مع الزمن. الفيزياء في الموضوع بتبقى عامله ازاي؟ طبعا بس عشان نعمل يعني ريفيجن سريع على معادلات ماكسويل اللي احنا كنا استخدمناها في المحاضرتين اللي فاتوا. فاحنا كان عندنا الدايفرجنس بتاع الالكتريك فيه، قلنا ان السورس بتاعه كان اللي هو الالكتريك تشارجز، وقلنا ان الدايفرجنس بتاع الماجنتيك فيه دايما بيساوي صفر، لان مفيش ماجنتيك مونوبول، مفيش مغناطيس احاد القطب، دائما القطبين موجودين مع ايه؟ مع بعض. القانون الثالث لقيت ده اللي هو كان قانون فاراداي، ان التغير في المجال المغناطيسي، التغير في عدد خطوط الفيض المغناطيسي اللي بتقطع موصل، بتولد قوه دفعه ترابيه مستحسه جوه الايه؟ جوه الموصل عند الكهرباء. والقانون الاخير ان عند مرور تيار كهربي في الموصل حوالين الموصل بيتولد مجال ايه؟ مجال مغناطيسي بشكل دائري، وبالتالي يعني السورس بتاعي هيبقى الكرنت، والماجنتيك فيلد هيبقى عندنا واخد شكل ايه؟ شكل دائري. لو انا مسكت اول قانون ده اللي كلنا درسناه في الالكتروستاتيك وكنا بنسميه جاوس ماك. طيب القانون الثالث ده الحث الكهرومغناطيسي، فكنا بنسميه قانون فاراداي. اخر قانون ده كنا بنسميه امبير لو او قانون امبير. طبعا هو القانون الثاني ده في ناس تقول ماليش رسميه، وبعض الناس بتقول ان هو نفس الشبه بتاع قانون جاوس، يعني بعض الكتب تسميه جاوس وبعض الكتب تقول ان هو النون ايه، مفيش ماليش ايه، ماليش اسم. بس هو السؤال اللي انا عاوزه بصراحه، طب ليه الاربع معادلات احنا سميناها ايه؟ يعني هو راجل اسمه اصلا ما جاش في الموضوع لحد دلوقتي. يعني يبقى انا عندي كده، عندي جاوس وعندي فاراداي وعندي مين؟ وعندي امبير. فعايزين نعرف ايه الكونتريبيوشن اللي عملها ماكسويل عشان الاربع معادلات دول دائما في اي كتاب تلاقوهم موجودين باسم مين؟ موجود عندنا باسم ماكسويل. القصه هتبدا عندنا زي في الالكتروستاتيك. لو انا عندي مكثف، والمكثف ده انا حاطه في دايره بتاعت دي سي باتري. طبعا احنا عارفين ان المكثف لوحين بس ما بينهم ماده ايه؟ ما بينهم ماده عازله، وبالتالي اول ما اقفل المفتاح هيحصل تشارج اكوميوليشن على الكباستور، يعني تيار زمني او تيار لحظه هيمر لفتره معينه لحد ما المكثف بتاعي يتشحن بجهد بيساوي ويعكس الجهد بتاعي الايه؟ بتاع البطاريه، وبعد كده مش هيبقى فيه كارنت بيمر في الايه؟ بيمر في الدايره. لكن عشان يبقى عندي فيه كارنت بيمر في الدايره لازم اشيل الدي سي دوت واحط بداله مين؟ احط بداله اي سي. فاحنا عاوزين نفهم بقى ايه قصه ليه التيار المتردد يمر خلال المكثف، لكن التيار المستمر ما يمرش خلال الايه؟ ما يمرش عندنا خلال المكثف. الاول قبل ما نخش في القصه دي، التعريف بتاعي هو ايه؟ ما هو الا بيرتربيشن او طاقه تنتقل من مكان لمين؟ من مكان لمكان. بس انتقال الطاقه مش معناه انتقال الجسيمات الحامله لهذه الطاقه. يعني على سبيل المثال لو انا رحت رصيت قطع الدومينو بالشكل ده كده وبتريح زي اول واحده. اول واحده هتقع تدي طاقتها لمين؟ للي بعدها، لكن اول واحده واقفه مكانها. اللي بعدها هتدي طاقتها للي بعدها، وبالتالي هلاقي في انرجي بروباجيشن، في طاقه عماله تتحرك. لكن الجسيمات اللي بتتحرك فيها الطاقه دي، الجسيمات ديت ايه؟ بالظبط عامله زي الصوت بتاعي، الصوت انا عندي الاوتار اتحركت فعملت فايبريشن في الهواء، الفايبريشن ده نقل من جزيء لجزيء لحد ما وصل لحضراتكم فهو سمعتوني. بس مش الموليكيول اللي عند الاوتار عندي هو اللي وصل لحضرتك. ده هي الطاقه اتنقلت من نقطه لنقطه لنقطه وهكذا. وبالتالي ممكن الطاقه تنتقل من مكان لايه؟ تنتقل من مكان للتاني بدون حركة الجسيمات من هذا المكان إلى المكان الإيه؟ المكان اللي هو التاني. لو احنا رجعنا بقى لقصة اللي هو المكثف، أنا لما بروح أوصل عندنا تيار متردد، التيار المتردد ده احنا طبعًا عارفين إن هو مرة قمة قاع قمة قاع. ففي النص الأولاني من الموجة أنا عندي هنا إشارة موجب وعندي هنا إشارة إيه؟ إشارة سالب. لما يبقى فوق موجب المكثف بتاعي يتشحن، اللي فوق يبقى موجب واللي تحت يبقى إيه؟ سالب. وبالتالي أنا عندي إلكتريك فيلد من اللوح اللي فوق للوح اللي ايه؟ من اللوح اللي تحت. لما يجي عندي تيجي عند القاع يبقى انا عندي السالب فوق والموجب ايه؟ تحت. فالبولاريتي بتاعت الكباستور تتعكس، يبقى السالب هو اللي فوق والموجب هو اللي ايه؟
اللي تحت، وبالتالي اصبح الالكتريك فوق الالكتريك فيلد بقى الشاور عندنا فين؟ لفوق. وبالتالي بين طرفي المكثف انا عندي الالكتريك فيلد، اولا القيمه بتاعته بتتغير لان الجهد اللي انا مطبقه هنا كده هو كمان بيتغير مع الزمن كفاليو، وبالتالي يبقى عندي كقيمه قيمه الالكتريك فيلد ما بين تو الكترودز بتتغير مع الزمن، وكمان البولاريتي بتختلف عندنا من ايه؟ تختلف عندنا من النص الموجه الاولاني للنص الايه؟ ليه اللي هو النص الثاني، وده كان السبب في ان يحصل انتقال للطاقه داخل الايه؟ انتقال للطاقه هو انا اقدر هو يعني حاجه تقريبيه حصل كما لو كان زي فايبريشن الالكترونز، شويه الالكترونز بتتحرك في الاتجاه اليمين بس هي ما اتنقلتش من البطاريه راحت للايه؟ راحت للمكثف، انا حصل بس زي ايه؟ جزء من الالكترونات بتتحرك في الاتجاه ده كده، وفي النص الثاني من البالص الكل راجع مره ايه؟ مره ثانيه، يبقى وبالتالي ده انتقال يختلف عن الدايركت كارنت. الدايركت كارنت ان انا عندي كميه من الشحنات هتمشي في الموصل من نقطه الى ايه؟ الى نقطه، لكن اللي بيحصل عندي في الدايره بس ما هو الى تغير في قيمه واتجاه المجال بين طرفي الايه؟ بين طرفي المكثف. النوع ده من الكارنت احنا بنسميه ديسبيسمنت ايه؟ ديسبيسمنت كارنت. ولما باجي احسبه هو عباره عن البرميتيفيتي بتاعت الماده المفروض الموجوده ما بين اللوحين في المعدل الزمني للتغير في الايه؟ في اللي هو الالكتريك فيلد. وبالتالي يبقى الكرنت اللي هيمر في الدايره ممكن يبقى عندي نوعين، الكوندكشن كرنت اللي احنا متعودين عليه ان الالكترونات تتحرك من مكان للايه؟ تتحرك من مكان للتاني، او الكرنت ان هو بس زي فايبريشن كده للالكترونز، او تغير في اتجاه الايه؟ تغيرات في اتجاه المجال الكهربي، او تغير في قيمه المجال الكهربي بالنسبه للزمن، وده اللي انا بسميه عندنا اللي هو الديسبيسمنت ايه؟ بسميه عندنا اللي هو الديسبيسمنت كرنت. وبالتالي لو احنا رجعنا لمعادلات ماكسويل، ده كان جاوس، ده كان فاراداي، حاجه عندنا في قانون امبير، انا كان عندي الترم اللي بيقول ان عند مرور تيار كهربي في سلك، ده اللي هو التيار الكونتاكشن كارنت اللي احنا متعودين عليه، عند مرور تيار كهربي في سلك كان بينشأ عنه مجال ايه؟ مغناطيسي، لكن في نوع ثاني من الكارنت المفروض يتاخد في الاعتبار اللي هو الديسبيسمنت ايه؟ اللي هو الديسبيسمنت كارنت. وبالتالي يبقى الجنرال فورم للمعادله الاخيره او معادله امبير ان انا اضيف، وده الترم اللي اضافه عندنا مين؟ اضافه عندنا ماكسويل. ويبقى عشان كده بعد كده ماكسويل الاربع معادلات الشهر في العلم عندنا باسم مين؟ باسم اللي هو ماكسويل. ولكن الترم الصغير اللي انضاف ده هو عمل فيزياء جديده خالص، يعني الفيزياء الجديده اللي اتعملت ايه؟ ان مثلا الناس كانت عاوزه تفسر ازاي الضوء اتنقل من الشمس للارض، فقبل ما الترم ده ينضاف ما كان التفسير اللي كان موجود كانوا بيتعاملوا مع الضوء ان هو زيه زي الميكانيكال ويفز بتاعت الصوت. الصوت عشان يتنقل من مكان لمكان لازم يبقى فيه ميديم ينقل الصوت من مكان للايه؟ للارض. وبالتالي طب احنا احنا عارفين ان في فراغ ما بين الشمس والايه؟ والارض، فالناس قالت لا احنا هنفترض ان في حاجه اسمها اسير، الاسير ده وسط تخيلي او وسط، المهم ان هو ادوا له الاسم ده، بس ايه هو الاسير محدش يعرف، المهم ان ده الوسط الناقل، هم تعاملوا مع الضوء زيه زي مين؟ زي الصوت. وبالتالي تخيل ان في ميديم مالي الكون كله، بما ان الضوء بيتحرك في كل الاماكن يبقى الاسير ده موجود في كل الايه؟ في كل الكون، بحيث ان هو ينقل طاقه الضوء من مكان الى الايه؟ الاخر. لكن فعلا ما حدش يعني كل التجارب اللي اتعملت عشان تعرف هو ايه الاسير ده ولا ايه خصائصه، ما حدش عارف ايه؟ ما حدش عارف ايه هو الاسير، لحد ما ماكسويل اضاف عندنا مين؟ اضاف عندنا اللي هو التيرم بتاع الديسبيسمنت ايه؟ الديسبيسمنت كارنت. هو الترم ده لو انا جيت عندنا في الفري سبيس، فري سبيس يعني في الفراغ، خلاص بقى اصبح لا في اسير ولا في اي حاجه، طبعا ما دام في فراغ يبقى انا عندي ما فيش تشارج دنسيتي لان ما فيش شحنات، وبالتالي يبقى نبره دوت الايه هنساوي عندنا كام؟ صفر. المجنتيك فيلد مونوبول فهو اوتوماتيك في كل الاوساط لازم يكون الدايفرجنس بتاع المجنتيك فيلد بيساوي كام؟ صفر. الحس الكهرومغناطيسي بينشا عن المجال الكهربي المستحس. في نفس الوقت هنا بقى اصبح كمان في الفاكيوم ما دام ما فيش تشارجز يبقى ما فيش كوندكشن كارنت، لان ما فيش شحنات اساسا موجوده في الايه؟ في الفاكيوم. لكن لو في كارنت ممكن يكون من النوع مين؟ اللي هو ديسبيسمنت كارنت، ان انا يبقى عندي فيه مجال كهربي القيمه بتاعته بتتغير عندنا بالنسبه للايه؟ بتتغير عندنا بالنسبه ليه اللي هو الزمن. طبعا لو انا جيت المعادله ديت برضه انا اقرا منها ايه؟ اقرا منها ان التغير الزمني للماجنتيك فيه ينشا عنه مجال كهربي مستحس، بس الاثنين متعامدين على بعض، لان المجال المغناطيسي ناشئ عن الكيرل بتاع مين؟ احنا عارفين ان الاي كروس البي، الفيكتور اللي هينشا بيبقى عمودي على الاي والبي،
وبالتالي يبقى هنا البي دوت لازم يكون عمود عندنا. طبعا هو بعض الكتب بتشيل النبض دوت وتحط بداله الكي فيكتور اللي هو اتجاه الانتشار، وبالتالي يبقى البي المفروض يبقى عمود على اتجاه الانتشار لمين ومين؟ والالكتريك فيلد. نفس الكلام هنا كده، انا عندي الالكتريك فيلد عمودي على الماجنتيك فيلد وكمان اتجاه الايه؟ الانتشار، وبالتالي يبقى انا عندي ثلاث اتجاهات، الثلاثه متعمدين على ايه؟ على بعض، اللي هو المجال الكهربي والمجال المغناطيسي وكمان مين؟ اتجاه اللي هو الانتشار اللي احنا هنشوفه كمان شويه. فلو احنا جينا في المعادلتين دول عاوزين ندخلهم جوه في بعض او نعوض بواحده في الايه؟ بواحده في اللي هو الثانيه. فلو انا بدات الاول ب ان نبله روس البي بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال ايه؟ تي، مسكت المعادله دي هضرب الطرفين في نبله روس، يبقى انا عندي نبله كروس نبله روس الاي، وعندي في الطرف اليمين نبله روس الايه؟ نبله روس البي. الطرف اللي هو الشمال ده هو نعم يعني الجماعه بتوع الرياضه اقدر افكه عندنا بالايه؟ اقدر افكه بالشكل ده كده. لو انا فكيته عندنا بالشكل ده انا عندي في الفاكيه ما فيش تشارجز، وبالتالي الدايفرجنس بتاع الكتريك فيلد المفروض يساوي عندنا ايه؟ يساوي عندنا صفر، وبالتالي هيبقى عندي ناقص نبله تابع الايه؟ الاي. في الطرف اليمين انا عندي نبله كروس الايه؟ نبله كروس البي، هروح اخد الفاليو من القيمه ديت كده، وبالتالي انا اوريدي كان عندي الدريفيتيف بالنسبه للتايم، هنا كمان دريفيتيف بالنسبه للتايم، وبالتالي المعادله هيطلع عندي اللي هو التفاضل الثاني للايه؟ للالكتريك فيلد بالنسبه للايه؟ بالنسبه للتايم. فانا هوصل عندنا للايه؟ للمعادله دي. المعادله دي هلاقي الطرف الشمال الالكتريك فيلد بيتفاضل مرتين بالنسبه للمسافه، وفي الطرف اليمين بيتفاضل مرتين عندنا بالنسبه للايه؟ بالنسبه ليه اللي هو السماء. طب سي ان انا ما بداتش بالمعادله دي، هروح ابدا بدي، يعني يبقى بدل ما اقول نبله كروس نبله كروس الاي، يبقى انا عندي نبله كروس نبله كروس الايه؟ البي، واكمل نفس الستبس هلاقي نفسي وصلت لنفس المعادله. طبعا المعادله ديت معناها ايه؟ ده حاجه بتتغير بالنسبه للمسافه. بتتغير بالنسبه للمسافه عن البروباجيشن، بيتنقل من مكان للايه؟ للتاني. الطرف اللي هو اليمين تغير عندنا بالنسبه لمين؟ للزمن، بالنسبه للزمن وهو واقف مكانه. وبالتالي ده اصبح عندنا اوسيليشن، وبالتالي يبقى انا اصبح عندي المعادله بتدينا حاجتين، ان في طاقه بتتنقل من مكان لتاني، وبالتالي يبقى انا عندي في بروباجيشن في نفس عند كل نقطه في هذا الفراغ، النقطه برضو بيحصل عندنا ايه؟ اوسيليشن حوالين هذه الايه؟ حوالين هذه النقطه. طبعا لو احنا بص انا عندي نرجع تاني للقصه بتاعت الدايمنشن. لو انا رجعت لقصه الدايمنشن انا عندي في الشمال في ايه وفي اليمين في ايه؟ ايه، فيبقى اليونت بتاعت الايه راحت يمين وايه؟ وشمال. هنا انا عندي واحد على مسافه تربيع، لما انا بفاضل بالنسبه للايه؟ بفاضل بالنسبه للمسافه. يبقى انا عندي هنا كده واحد على مسافه تربيع، وعندي هنا كده واحد على مين؟ زمن تربيع. خليني اخد الزمن تربيع الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي زمن تربيع على مسافه تربيع، وبالتالي انا عندي السرعه ما هي الا مسافه على ايه؟ على زمن، وبالتالي لما تبقى زمن تربيع على مسافه تربيع يبقى ده مقلوب السرعه تربيع. وبالتالي يبقى الابسلون نول في الميو نول دوت الدايمنشن بتاعته واحد على سرعه تربيع، وبالتالي اقدر اقول او يبقى السرعه بتساوي واحد على المقلوب ده، السرعه تربيع بتساوي واحد على مقلوب الرقم ده، او ان السرعه بتساوي واحد على جذر مين؟ على جذر. لو انا رحت عوضت بالبرميتيفيتي والبرميابيلتي بتاعت الفاكهه هعوض في القانون الاقي ان هي 3 في 10 اس كام؟ 3 في 10 اس 8، وبالتالي يبقى المعادله ديت معادله موجه لان فيها انتشار وفيها اهتزاز، لان هي الطاقه الديفينيشن بتاع الموجه ما هو الا بيرتربيشن او طاقه تنتقل ايه؟ من مكان الى اخر، وبالتالي يبقى انا عندي طاقه بتتنقل بتتغير مع المكان وتتغير عندنا مع الايه؟ مع الزمان، وسرعه الانتشار عندنا كانت بتساوي كام؟ بتساوي 3 في 10 اس 8، وبالتالي يبقى كده ماكسويل اثبت ان الضوء اللي جاي من الشمس مش محتاج لوسط ناقل عشان ينقله. ده هي القصه كلها ما هي الا عباره عن تغير زمني في المجال الكهربي وتغير زمني عندنا في المجال الايه؟ المغناطيسي. وزي ما انا بقول للطلبه بتوعي في طنطا، يعني مثلا هي دايما اسمها الكتروماجنتيك ويف. يعني ما اسمهاش الكتريك ويف ولا اسمها ماجنتيك ويف. لان اي واحد فيهم هيتغير مع الزمن هو هيبقى سورس عندنا للايه؟ للتاني، وبالتالي لو الالكتريك فيلد اتغير مع الزمن هينشأ عنه مجال مغناطيسي، لو المجال المغناطيسي شدته اتغيرت مع الزمن هينشأ عنه عندنا مين؟ هينشأ عنه اللي هو المجال اللي هو الكهرباء. في اي اسئله ولا الدنيا واضحه؟ طب لو احنا جينا نعمل شويه اناليسيز للمعادله دي، طبعا معادله تفاضليه. معادله تفاضليه هي بتتفاضل مرتين عندنا بالنسبه للمسافه وبتتفاضل عندنا مرتين بالنسبه للايه؟ للزمن. زي ما اتعلمنا احنا اساتذتنا ان لما يكون معادله تفاضليه تتفاضل مرتين يبقى معنى كده ان لها ايه؟ المفروض ان يبقى لها حلين.
دايما الرتبه بتاعت التفاضل بيساوي عدد الحلول اللي هتطلع من الايه من المعادله. ولكن يبقى انا عندي حلين بالنسبه للمسافه وعندي كمان حلين بالنسبه لمين؟ لان انا عندي تفاضل مرتين بالنسبه للمسافه وتفاضل مرتين بالنسبه للايه؟ بالنسبه ليه اللي هو الزمن. وبالتالي يبقى انا عندي حلين وحلين لو هاخد تبادل وتوافيق اثنين مع اثنين ممكن يعمل لي اربع ايه؟ يعمل لي عندنا اربع حلول. وبالتالي هلاقي ان الشكل العام بتاع الحل بتاعي طبعا هي بتتغير مع الزمن وبتتغير عندنا مع الايه؟ مع المسافه. لكن الحلول هتيجي عندنا من الاشارات. يعني انا مثلا مره الاثنين موجب، مره الاولين موجب والثاني ايه؟ الاولين سالب والثاني موجب، بعد كده الاول موجب والثاني سالب، بعد كده الاثنين ايه؟ سالب. لكن في كل الاحوال هو لازم يبقى الحل بتاعي عباره عن الامبليتيود بتاعت الموجب اي اس اي ايماجينري كوانتيتي. احنا هنعرف لان اي اس اي كذا لما بتتفك تتفك عندنا في معادله اويلر، بتتفك عندنا الكوزين وايه؟ بتتفك عندنا الكوزين وساين. وبالتالي شكل الحلول بتاعت المعادله التفاضليه اللي عندنا ممكن اكتبها مباشر لدلاله الكوزين او الساين او الكومبينيشن ما بين الايه؟ ما بين اللي هو الاثنين. امال الاشارات اللي احنا كنا بنحطها ديت معناها ايه؟ دي بتحدد الموجه مين، يعني الموجه ماشيه يمين ولا ماشيه شمال، يعني اتجاه البروباجيشن اللي عندنا هيبقى عندنا عامل السين. طبعا لو انا جيت رايح واخد اي حل من الحلول دي، لو انا اديتك معادله موجه وقلت لك انا عاوز اعرف بقى الكاركترستيك بتاعه الموجه اللي عندنا دي، فانا طبعا هبص الاقي ده اللي مضروب في الداله المثلثيه ده هو الامبليتيود بتاع الايه؟ الامبليتيود بتاع الموجه، الارتفاع بتاع القمه بتاعتها. الاوميجا ده يعتبر الاوميجا طبعا لها علاقه عندنا بمين؟ بالتردد اللي هو الفريكونسي اللي عندنا. وبالتالي الفريكونسي بيساوي اوميجا عندنا على مين؟ اوميجا على اللي هو 2 باي. اللي عندي الكي ده اللي هو الويف نمبر اللي هو المفروض بيساوي 2 باي على لندا، او ان الويف لينس بتاع الموجه بيساوي 2 باي على مين؟ 2 باي على اللي هو الكي. اللي عندنا الفلوس احنا عارفين ان الفلوس دايما كان بيساوي طول الموجه في مين؟ طول الموجه في التردد. لو انا رحت قسمت الاوميجا قسمتها عندنا على الكي هلاقيها تطلع عندنا اللندا في اليو، وبالتالي يبقى هي مين؟ هي سرعه الموجه اللي عندنا. طبعا لو الموجه بتاعتنا عباره عن تداخل عدد من الموجات يبقى يعني مش اوميجا واحده هي كذا اوميجا، ومش كي واحده هي كذا كي، وبالتالي انا عاوز احسب الجروب فيلوست بتاعت الموجات اللي بقت بتتحرك مع بعضها ده هيبقى تفاضل الاوميجا عندنا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي اللي هو الكي. اللي طبعا لو انا عاوز اعرف كمان الموجه بتاعتي ماشيه في انهي اتجاه، يعني ماشيه يعني على سبيل المثال هي كانت كيف مين؟ كيف الزد، معنى كده ان البروباجيشن كانت عندنا في اتجاه ايه؟ الزد. بس السؤال هي في مين الزد؟ يعني ماشيه في الاتجاه الموجه بتاع الزد ولا ماشيه عندنا في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه اللي هو السالب. انا ببساطه انا عندي السرعه بتساوي اوميجا على مين؟ على كي. انا بحاول من القوس دوت اروح مثلا اجيب منه الاوميجا على كي واشوف الاشاره بتاعت الناتج اللي عندنا بكي. يعني ببساطه انا بروح اقول له او احنا انا اعملها هنا كده في صوره مساله عشان بس نتعلم مع بعض. لو انا عندي معادله وعاوز اعرف منها الكاركترستيك بتاعه الويف اللي موجود عندنا، طبعا لو احنا اخذناها انا عندي ده كده الكتريك فيلد. طبعا لو انت حضرتك ملاحظ انا عامله بولد، يعني انا حاطط الفيكتور حاطه بشكل فيكتور فورم. فهو الكتريك فيلد كان بيهتز عندنا في اتجاه مين؟ ده اتجاه الاهتزاز بتاعنا. لكن البروباجيشن لما جه يتحرك اتحرك عندنا في اتجاه، يعني هو المفروض يتحرك على محور مين؟ اكس. بس انا لسه مش عارف هو مع اكس الموجب ولا مع اكس الايه؟ اكس اللي هو السالب. فكل اللي انا بعمله بروح اخد اللي هو الكوز دوت وروح سويه لي مثلا بالصفر. وبالتالي يبقى انا عندي 10 اس 8 تي زائد بيتا في الاكس، الكلام ده اقول عليه بكام؟ بصفر. وفاضل مثلا الاكس بالنسبه للتي. طبعا لو انا المعادله دي يبقى انا عندي 10 اس 8 تي هيساوي سالب بيتا في مين؟ في الاكس. وبالتالي يبقى انا عندي دي اكس باي دي تي هيساوي عندنا، المهم ان هو سالب فاليو، هو هيبقى عندنا بيتا بيتا تحت وعندنا هنا كده 10 اس كام؟ 8. انا اللي يهمني كله ان دي اكس باي دي تي طلعت قيمه بس الاشاره مين؟ الاشاره سالب، يبقى دي معناها ان هو ماشي في اتجاه اكس اللي هو الايه؟ في اتجاه اكس السالب. طب لو انا افترضت ان المعادله اللي كانت عندي في الكوست ده مش بالشكل ده، كانت بشكل تاني، كانت كده مثلا. في الحاله دي لو انا رحت اجيب
طبعا عشان اجيب دي اكس باي دي تي هضطر ان انا اجيب الترم ده الناحيه الثانيه، فالفاليو هتطلع عندنا باشاره ايه؟ موجبه. يبقى انا عارف ان هي ماشيه عندنا في مين؟ ماشيه عندنا في اللي هو الاتجاه اللي هو الاكس. طبعا هو ليه انا بعمل الطريقه دي؟ لان الطالب دايما بيقول لك لما تلاقي هنا اشاره سالب اعرف ان هو ماشي مع مين؟ مع الاكس. لما تلاقي هنا موجب يبقى هو ماشي عندنا في سالب مين؟ الاكس. بس هي القاعده دي مش صح على طول. هي صح لما يكون الترم ده باشاره مين؟ باشاره موجبه. لكن لو انا جيت ماشي، لو انا كده ممكن اضيع الايه؟ المهم هو انا دايما انا بعملها كده، انت هتاخد دي اكس باي ايه؟ دي اكس باي دي تي وشوف الفاليو اللي عندنا. هو اعتقد يعني ايه اللي نعرف يعني ان هو مش الفيز نفسه، هو التغير الفيز. يعني الدي تي اوفر دي تي للقوس بيساوي صفر. تمام. بالتالي التغير الفيز هو اللي يساوي صفر، وبالتالي هتشيل الدي تي يطلع لك الدي اكس. يعني ليه؟ ده معناه ان الفيز بيساوي صفر. هي لا، هي التغير الفيز، لان انت بتجيب الفيلوستي ات كونستانت فيز عند نقطه معينه. تمام تمام. ده اعتقد بس هو المهم ان انا بتعلم منها، ان انا لما بجيب الدريفه تبقى انا جبت الدي اكس باي دي تي، لو طلعت الاشاره موجبه يبقى انا ماشي كده مع ايه؟ مع في اتجاه الاكس. لو طلعت الاشاره سالبه يبقى انا كده ماشي عندنا ايه؟ في اللي هو السالب اكس. وبالتالي يبقى المعادله اللي عندي دي إيه؟ علمت من الاول ان الفيكتور اللي هنا كده ده اتجاه الاهتزاز، لكن اتجاه البروباجيشن بيجي عندنا من الاشاره بتاعه دي اكس باي ايه؟ باي دي تي. بعد كده لو انا عاوز اعرف الفريكوانس بتاع الايه؟ الفريكوانس بتاع الموجه، طبعا المفروض الترم ده 10 اس 8 مضروبه في مين؟ مضروب عندنا في اللي هو التي اي، يبقى ده اللي هو الاوميجا. وبالتالي يبقى انا عندي الاوميجا بتساوي 10 اس 8، يبقى اللي هو 2 في باي في نيو بيساوي 10 اس 8. اعوض في العلاقه، يبقى انا قدرت احسب مين؟ قدرت احسب عندنا التردد اللي عندنا. طب بعد ما حسبت التردد احنا لسه بتساوي اوميجا على 2 باي، هاخد الاوميجا من المعادله اللي كانت 10 اس 8، اعوض ده يبقى كده حسبت عندنا مين؟ اللي هو التردد. طب انا عندي السرعه، سرعه الضوء معروفه اللي هي 3 في 10 اس 8، فالسرعه بتساوي اللمده في مين؟ في اليو. اعوض عن اليو اللي انا جبتها وعن السي، يبقى كده قدرت اجيب عندنا اللي هو الطول الايه؟ الموجي. طبعا في المعادله هو شال لي الكي ده، هي كان حاطط بدلها البيتا، فالبيتا برضه ده اللي هو الويف نمبر اللي هو 2 في باي على ايه؟ على لمدة. بعد ما اجيب اللمدة اعوض فيه الاثنين، يعني 2 باي واقسمها على اللمدة اللي انا جبتها، يبقى انا قدرت احسب لنا كده مين؟ قدرت احسب لنا كده اللي هو البيتا. طبعا احنا خلاص احنا اثبتنا ان الموجة اللي عندنا هتمشي عندنا في الاتجاه السالب بتاع مين؟ في الاتجاه السالب بتاع الاي اكس. هو عاوز يثبت لي الكلام ده، قال لي روح ارسم شكل الموجة عند ثلاث ازمنه مختلفه. يعني الخطوات البسيطه اللي احنا عملناها دي احنا ممكن برضه نثبت ان الموجه ماشيه في الاتجاه السالب لمحور الاكس ببساطه، ان انا اروح اعوض عن الطايم بازمنه ايه؟ مختلفه، وارسم شكل الموجه واعرف الموجه ديت ماشيه يمين ولا ايه؟ ماشيه يمين ولا شمال. فلو احنا جينا نعوض بثلاث ازمنه دهيت هلاقي ان انا عندي هيطلع عندي ثلاث معادلات بالشكل ده كده. الاول عند زمن بيساوي صفر هلاقي ان الالكتريك فيلد بيساوي 50 كوزين بيتا ايه؟ بيتا اكس. عند زمن تي على 4 هلاقيه سالب 50 ساين مين؟ بيتا اكس. عند تي على 2 هلاقي ان الاي واي كانت بسالب 50 كوزين ايه؟ بيتا اكس. طبعا بص حضرتك كده، لو انا جيت على عند الاكس خليتها بصفر، يعني لو يبقى عند نقطه الايه؟ عند نقطه الاصل، وبالتالي يبقى عند تي بتساوي صفر، عند نقطه الاصل هلاقي الالكتريك فيلد بيساوي 50. لو انا جيت عند تي على 4 جيت عوضت عن الاكس بصفر ساين صفر بصفر، وبالتالي هلاقي ان الداله اللي عندنا قيمتها عندنا كانت بكام؟ بصفر. لو انا جيت عند التي على 2 كوزين صفر بواحد، هلاقي الداله اللي عندنا كانت بسالب كام؟ 50. وبالتالي لو عند نقطه الاصل هلاقي 50 بقت بصفر، بقت عندنا بكام؟ بسالب 50. لو جيت ارسمها هي بص كده 50 هنا بقت بصفر، هنا فعلا بقت بكام؟ سالب 50. الشكل الكامل بتاع الموجه اهو. لو ديت اللي هي النقطه اللي هي الماكسيمم اللي عندنا، هلاقي ان الماكسيمم كان عندنا بالشكل ده كده، وبالتالي يبقى فعلا الموجه كانت ماشيه عندنا ناحيه الايه؟ كانت الموجه اللي عندنا ماشيه ناحيه الايه؟ ماشيه ناحيه الشمال. يبقى انا قدام عشان اعرف اتجاه الموجه قدام طريقتين، يا اما انا اروح ارسم الموجه عند ازمنه ايه؟ مختلفه واشوف البروباجيشن بتاعها ماشي في اي اتجاه، او ان انا استخدم الطريقه الايه؟ الطريقه اللي هي الرسميه.
اي اسئله ولا الدنيا شغاله؟ طيب ده كان في اللي هو في الفاكيوم. الفاكيوم احنا اتفقنا خلاص ما فيش تشارجز، وبالتالي ما فيش كوندكشن. ايه؟ ما فيش كوندكشن كارنت. طب عاوزين نعرف لا هو العيب عندنا بتذكر كم غلط. طب لو انا جبت الالكترومغنيتيك ويف دي ماشيه في حاجه اسمها لوسي داي الكتريك، البيرفكت داي الكتريك ماتيريال دي الماتيريال اللي ما بيحصلش فيها انتقال للشحنات، زي ان انا عندي بيرفكت داي الكتريك، وبالتالي يبقى الطريقه الوحيده لانتقال التيار بين طرفين المكثف اللي هو ديسبليسمنت كارنت. طب افرض ان الماده العازله اللي موجوده بين طرفين المكثف دي كان فيها الـ يعني نقدر نقول ايه، فيها جزء من الكوندكتيفيتي، يعني هي لا كوندكتيفيتي، ولو حتى رقم ايه، ولو حتى رقم صغير، دي معناه ان بيحصل تسريب من احد البليتس للبليت الايه، من احد اللي هو اقطاب المكثف للقطب الايه الثاني، وبالتيالي يبقى انا عندي اصبح التيار ما بين طرفي المكثف بيتنقل بطريقتين، جزء بسبب تغير المجال بين طرفي المكثف، وجزء بسبب ان الماده العازله مش بيرفكت، ففي جزء من التيار التوصيل بينتقل خلالها، وبالتالي بيحصل ليكج للتشارج النيجاتيف تشارج من اللوح السالب تروح عندنا للوح الايه الموجب، وبالتالي هلاقي ان معادلات ماكسويل تبقى عندي بالشكل ده كده. طبعا هو الدايلكتريك ماتيريال انا هفترض ان برضك ما فيهاش ستاتيك تشارجز، وبالتالي الدايفرجنس بيساوي صفر، هنا الدايفرجنس بيساوي صفر. طبعا لكن الزياده اللي الترم دوت انا مش هقدر اهملها، لان الماده الدايلكتريك اللي موجوده بين لوحي المكثف ما هيش بيرفكت دايلكتريك، ده هي فيها نسبه توصيل، ولو ايه؟ طبعا هي لو جود كوندكتور كل الترم ده مش هيبقى موجود. لو هي بيرفكت، لو هي الكوندكتيفيتي بتاعتها ما لا نهايه، اي شحنه هتتراكم على اللوح السالب هتنقل اوتوماتيك تروح عندنا لمين؟ تروح عندنا للوح اللي هو الايه؟ الموجب. المهم عشان بس ما نتلخبطش، يبقى في اللوس داي الكتريك ان انا عندي في جزء من التيار هيتنقل بالتوصيل، وجزء عندنا هيتنقل عندنا بالديسبليسمنت ايه؟ بالديسبليسمنت كارنت. لو انا جيت في طبعا انا عندي الجي دايت، احنا خدنا المره اللي فاتت ان قانون اوم ممكن اقول ان الفي بيساوي اي في الايه؟ في الار، لكن ليه فورمولا ثانيه ان انا ممكن اقول ان الجي بيساوي عندنا بمين في مين؟ السيجما في الاي، وبالتالي هروح اعوض في المعادله ديت بالسيجما في الاي واحل المعادلات بنفس الطريقه اللي ايه؟ الطريقه اللي فاتت. لكن هنا انا في قبل ما اروح عشان بس نفهم النتائج اللي طلعت هتبقى عامله ازاي؟ احنا حضراتكم كلنا درسنا مقدار الطاقه المفقوده في الموصل عند مرور تيار كهربائي. الديفينيشن الكامل بتاعها المفروض ان هو شده التيار في فرق الجهد بين طرفين موصل في زمن مرور التيار الايه؟ الكهربي، في كوساين فاي اللي هي فرق الفيز ديفرنس ما بين الاي والايه؟ الاي والفي. طب دي انا اتعلم منها ايه؟ اتعلم منها حاجات كتير قوي. اولا لو الحاجه اللي مر فيها التيار الكهربي بتاعي كان ايديال كاباستور. ايديال كاباستور يعني الماده الضي الكتريك اللي في النص ديت بيرفكت. ما فيهاش سيجما ولا فيها شيء ولا الكرنت ما يتنقلش بس غير بالديسبليسمنت ايه؟ كرنت. كلنا درسنا في التيار المتردد ان الفيز ديفرنس ما بين الاي والبي هيبقى عندنا بزاويه كام؟ 90، وبالتالي لو جيت اعوض في العلاقه دي هلاقي ان الطاقه المفقوده هتساوي صفر. يبقى في المكثف المثالي الطاقه المفقوده في المكثف المثالي قيمتها بتساوي عندنا كام؟ بتساوي عندنا صفر. طب لو كان ملف نفس الكلام، الملف اللي يعمل فرق في الفيز ما بين الاي والفي عندنا بزاويه كام؟ بزاويه 90، وبالتالي مفيش طاقه كهربيه هتتحول الى طاقه حراريه. لكن لو انا جيت في المقاومه، جيت في المقاومه يبقى في الحاله ديت انا عندي زاويه القطب صفر، يبقى كوساين صفر كان بكام؟ بواحد، فهلاقي ان المفروض دي الماكسيمم لوس اوف انرجي، يعني لو الدائره بتاعتك تتكون من مقاومات فقط يبقى معظم التيار اللي ماشي هتحول عندنا الى ايه؟ هتحول عندنا الى طاقه حراريه. طب لو المكثف اللي عندي نوت ايديال كاباستور، مكثف مش مثالي، يبقى الماده اللي في النص دهيت مش بيرفكت داي الكتريك، معنى كده ان هي اقدر اعمل لها دايره مكافئه، ان جزء منها شغال مكثف وجزء منها شغال وظيفه المقاومه، ما هي المقاومه ما بتنقلش التيار غير بالتوصيل. ويبقى وبالتالي يبقى السيستم بتاعي كما لو كان هو صحيح هو نون ايديال كاباستور، وبالتالي يبقى المكافئ ليه ان هو الايديال كاباستور زائد جزء من المقاومه. فالار سي سيركت هتلاقي ان الفاي بتاعتها ما بتوصلش 90 زي الايديال ايه؟ كباسكت، وهي مش صفر برضو زي الايه؟ زي المقاومه، ولكن الفاي اصبح لها قيمه غير الصفر والتسعين، وبالتالي اصبح فيه جزء من الطاقه يفقد على شكل ايه؟ يفقد عندنا على شكل حراره. وبالتالي قبل ما احل معادلات ماكسويل ده
ما دام السيستم بتاعي فيه ليكج او فيه كوندكشن كارنت زيه زي المقاومه، يبقى فيه جزء من الطاقه اللي ماشيه. طبعا حضراتكم احنا بنرجع تاني لو حتى للثانويه العامه لما كنت اقول لك ليه السلك يسخن عند مرور تيار كهربي فيه، ان ده كان كوندكشن كارنت، فالالكترونات ماشيه بتعمل كوليجن مع الاتومز، فجزء من الطاقه الكهربائيه بيروح يتحول عندنا الى ايه؟ الى طاقه حراريه. وبالتالي لما الالكتروماجنتيك ويف تيجي تتحرك في لوسي باي الكتريك، لازم اتنبا ان جزء من الطاقه هيفقد في شكل حراره مش هقدر ارجعه تاني، وبالتالي لازم اتوقع ان يحصل عندي دامبنج في الايه؟ دامبنج في الامبليتيود بتاع الالكتروماجنتيك ويف. طبعا لو احنا الكومبليت سوليوشن، لو انا دخلت المعادلتين دول في بعض بنفس الطريقه اللي احنا خدناها في حاله الفاكيوم وجيت احلها، هلاقي ان السوليوشن بتاعي يطلع بالشكل ده. ده الامبليتيود، ده الكوساين اللي هي اللي بتعبر عن اهتزاز الموجه واتجاه الانتشار، ولكن طلع عندي ترم جديد اي اس ناقص الفا في الزد. طبعا هو المعادله دي انا لما كتبتها، نرجع تاني المعادله دي وانا كتبتها بالشكل ده اتعلم منها ايه؟ اولا اتجاه الاهتزاز بتاع الالكتريك فيلد اللي كان في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. البروباجيشن يا موجب او سالب زد حسب بعد ما نعمل القصه اللي عندنا دي، بس هو المهم البروباجيشن الونج ايه؟ زد اكس، يا موجب يا ايه؟ يا سالب. لكن لو انا جيت امسك الامبليتيود بتاعتي، هلاقي ان الامبليتيود مش كونستانت فاليو، ده الامبليتيود تتوقف على قيمه الايه؟ الزد، وتتوقف بداله اسيه تناقصيه. وبالتالي كل ما الزد اللي عندنا تزيد، هلاقي ان الامبليتيود بتاعت الموجة اللي عندنا تبدا ايه؟ والسبب بتاعها ان لان انا كان عندي جزء من التيار يفقد على شكل كوندكشن كارنت معايا، وبالتالي يبقى اذا الالكتروماجنتيك ويف اللي عندنا لازم يحصل لها ايه؟ لازم يحصل لها دامبنج. الدامبنج بيتحدد بالفاكتور اللي هو اسمه الفا. طبعا لو احنا رجعنا تاني لقصه الدايمنشنز، انا عندي هنا ده الكتريك فيلد، وده كمان الامبليتيود بتاع مين؟ الكتريك فيلد. في الدايمنشن بتاع الاي راح عندها مع الدايمنشن بتاع مين؟ الاي. فالمفروض الداله دي تكون دايمنشن اس. طب الاس بتاعها فيه زد، يبقى معنى كده ان الالفا دي الدايمنشن بتاعها واحد عندنا على مين؟ واحد عندنا على مسافه، وبالتالي يبقى الالفا ديت بتتقاس بواحد على ايه؟ على المتر. عشان كده لما اقلب الالفا يبقى اليونت بتاعتها بمتر، يعني واحد على الفا يبقى بالايه؟ بالمتر. واحنا بنسميه عندنا مين؟ سكين ديبس. سكين ديبس ده العمق اللي تقدر الموجه تخترقه داخل اللي هو الموصل اللي عندنا. يعني هي تقدر يعني المسافه اللي عندها هتبقى دي اي اس ناقص واحد. وبالتالي ان الالكتريك فيلد قيمته تقل تقريبا ب 37% من قيمته الايه؟ من قيمته اللي هو الاصليه. طيب ارجع تاني، طب انا عاوز اشيك على المعادلات. طبعا دي فيها معادلات كتير قوي، يعني لو حبيت فعلا ادخل المعادلات واحلها هنخش مثلا في ثلاث صفح ديفيجن ولا حاجه. بس انا وصلت للمعادله اللي هي بتاعت الالفا دي. احنا عارفين ان اللوس كان جاي بسبب الكوندكشن مين؟ كوندكشن كارنت. ان الوسط بتاعي كان ليه نسبه من التوصيليه. طب انا بعد ما عملت الدريفيجن عاوز اشيك على نفسي اشوف الدريفيجن بتاعي صح ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ اقول لك اه تعالى في الالفا دهيت وروح اوضع السيجما دهيت بصفر. انا كده خدت الحاله العامه ان الدايلكتريك اللي عندي ده ما كانش بيرفكت. خدت اللوس داي الكتريك يعني كان ليه سيجما. بعد ما جبت المعادله لو انا عوضت عن السيجما بصفر معناه ان انا قلبت من لوس داي الكتريك عندنا الى بيرفكت ايه؟ داي الكتريك اللي هو ما ينفعش يبقى فيه دامبنج. وبالتالي لو انا جيت في المعادله دي بص حضرتك لو انا عوضت عن الترم ده بصفر يبقى انا عندي 1 زائد 0 تحت مين؟ تحت الجذر. وبالتالي طب يبين الجذر الواحد بواحد، واحد ناقص الايه؟ الواحد طلعت بصفر، فهلاقي ان الالفا طلعت بكام؟ بصفر. وبالتالي يبقى دي اصبحت اي اس كام؟ اي اس صفر. وبالتالي اصبح الامبليتيود بتاعت الموجه اللي عندي امبليتيود ثابت، ما بيحصلش فيها عمليه الايه؟ ما بيحصلش عندنا فيها عمليه الايه؟ عمليه الدامبنج. وبالتالي يبقى الدامبنج جاي عندنا بسبب مين؟ جاي عندنا بسبب اللي هو ان في السيستم بتاعي في جزء من التيار بيمر على شكل كوندكشن ايه؟ على شكل كوندكشن كارنت. طبعا لو انا عملت الدريفيجن كمان للاتش هلاقي ان الاتش نفس الكلام، بس بيحصل فيس شيفت ما بين الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد، وكمان الامبليتيود بتاعت الماجنتيك فيلد هي بتساوي ايه نوت على ثابت. الثابت احنا بنقدر نحسبه من ايه؟ بالشكل ده كده. بقى هو اهم حاجه عندي بس ان لوس باي الكتريك لازم هيحصل عندها في عمليه الايه؟ لازم هيحصل في عمليه الدامبنج. طبعا الدامبنج كان جاي عندنا بسبب ايه؟ السيجما. طب كل ما اكبر في السيجما اتوقع ايه؟ يعني انا لما خليت السيجما بصفر ما كانش فيه دامبنج خالص. لما حطيت قيمه صغيره للسيجما اصبح فيه دامبنج. طب لو انا زودت السيجما اتوقع ان الدامبنج اللي عندنا يزيد اكتر. بدل ما هاخد مسافه كبيره السكين ديبس بتاعي يبقى قيمه كبيره، هلاقي ان السكين ديبس اللي عندنا اصبح قيمه ايه؟ اصبح عندنا قيمه صغيره. وبالتالي ده اللي هو شكل الالكترومجنتيك ويفز في الايه؟ في اللي هو الكوندكتورز.
هبص الاقي ان الدامبنج يتم عندنا بايه؟ يتم عندنا اسرع. ولو احنا عملنا المعادلات هلاقي ان عمليه الدامبنج كمان اصبحت لا تتوقف بس على السجن. بقى تتوقف كمان على التردد بتاع الموجه اللي ماشيه عندنا. وبالتالي لو احنا جينا ناخد طبعا هو التلمات دي احنا اشتقناها ببساطه من الحاله العامه ده. لو انا رحت خليت السيجما ده اكبر بكتير جدا ما لا نهايه، يبقى طبعا التلم ده اكبر بكتير جدا من مين؟ من الواحد. فيبقى انا عندي ده الكلام ده كله تحت الجهاز، فهيطلع بقى سيجما على اوميجا في مين؟ ابسلون مطروحه من مين؟ ما زالت السيجما كبيره برضه، فهعمل اشياء تشيل واحد، وبالتالي يبقى كل القوسين المربعين دول الفن كله هيطلع يبقى سيجما على اوميجا في مين؟ في ابسلون يضرب في ميو على ابسلون على 2. ففي النهايه هيطلع عندنا الايه؟ المقدار ده كده. المقدار ده لو انا رحت عوضت عن قيمه الاوميجا 2 في باي على في نيو، فهيطلع في النهايه ان الالفا ده الالفا ده يعتبر مقلوب السكين ديبس، لان الالفا كان بيتقاس عندنا بواحد على الايه؟ بواحد على المتر ده. وبالتالي هبص الاقي يبقى السكين ديبس بيساوي مقلوب الايه؟ السكين ديبس بيساوي مقلوب الالفا. وبالتالي من هنا كده هلاقي ان السكين ديبس يتناسب عكسيا مع حاجتين، يتناسب عكسيا عندنا مع التوصيلات الكهربائيه بتاعت الماده، ويتناسب عندنا عكسيا عندنا مع مين؟ مع اللي هو التردد. طبعا كل ما الكوندكتيفيتي تزيد كل ما السكين ديبس اللي عندنا يبدا ايه؟ يبدا يقل. وكمان كل ما التردد بتاع الموجه يزيد السكين ديبس كمان يبدا ايه؟ يبدا يقل. لو احنا اخذنا مثال عدد الكلام ده، المثال العددي الفريكونسي مثلا ب 10، هبص الاقي ان ال 10 دول السكين ديبس بتاعهم كان ب 20 مللي لو الوحده بالهرتز. لو انا رحت ل 10 اس 8 هرتز هلاقي ان السكين ديبس في الرينج بتاع بص 6 و 6 من 10 في 10 اس كام؟ ناقص 3. وبالتالي يبقى في السيجنالز اللي هي لها ترددات كبيره مش لازم السلك بتاعي اللي هينقل السيجنال دي لازم يبقى نص القطر بتاعه كبير، لان كده كده الموجه لما تيجي تمشي هي هتمشي في المنطقه بتاعت مين؟ السكين ديبس. والسكين ديبس اصبح القيمه بتاعته عندنا ايه؟ عشان كده لو احنا جينا نشوف الكابلات بتاعت الانترنت او اللي هو بتاعت الواي فاي هتلاقي دايما انها عباره عن شعيرات رفيعه قوي كده. ليه؟ لان انا عندي السكين ديبس بتاعي ده اقل، يعني تخيل ان السكين ديبس عندنا بالملي ده يعتبر يعني 10 اس ناقص 3 ملي متر، يعني يعتبر 10 اس ناقص 6 متر. يعني كما لو كان ان الموجه بس ماشيه في 1 مايكرو جوه الايه؟ على السطح بتاع الايه؟ على سطح السلك اللي عندنا. طبعا هو الدكتور هند بيقول ان هو باقي 5 دقائق بس. هو كمان البلازما عندنا فيها 3 تشارجز، فيبقى زيها زي عندنا الكوندكتور. وبالتالي يبقى انا برضه ابقى عارف ان لما بيجي الكترو ماجنتيك ويف تيجي تعدي جوه البلازما لازم يبقى في سكين ديبس برضه مسموح ان الموجه تخترق السكين ديبس ده، ما تقدرش ان هي ايه؟ تعدي بعد كده. طبعا هو اساتذتنا اللي هيتكلموا في الويفز هم هيشرحوا لنا بقى الديسبرشن ريليشن ويقول لك امتى الموجه تقدر تعدي والموجه ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تعدي. طبعا احنا طبعا في لما الموجه جت تمشي في اللوسي دايلكتريك في جزء من الطاقه ايه؟ فقد. وبالتالي انا اتوقع ان لما يبقى عندي الكترو ماجنتيك ويف هتخترق ماده معينه وتعدي من الناحيه الثانيه، ان الباور اوت المفروض يكون عندنا اقل من مين؟ من باور ام، لان في جزء من الطاقه هيفقد جوه. يعني انا عندي لوح من الازاز عندي ضوء نزل بشده معينه، يعني نازل بشده طاقه معينه، عدى من لوح الازاز لما يجي يعدي الناحيه الثانيه المفروض الشده اللي عندنا تبدا ايه؟ تقل، او ان التوتال انرجي اللي عندنا اللي طالعه في الناحيه الثانيه بدات ايه؟ بدات تقل. فانا مش هقدر اقول الدريفيجن، بس احنا برضو هنبدا عندنا بمعادلات ماكسيمم وهنعمل شويه خطوات رياضيه لحد ما في النهايه هلاقي هوصل لمعادله بالشكل ده. المعادله دي بصوا حضراتكم فيها ترم فيه السيجما اللي هو نتيجه الكوندكشن كارنت، وبالتالي هقول ان السيستم ده هيحصل عندنا فيه مين؟ اوميك هيتنج، فيه جزء بيتوقف فقط على تغير الالكتريك فيلد مع الزمن فده هقول عليه الكتريك انرجي تيرم، وفي جزء تغير الماجنتيك فيلد بالنسبه للزمن فده انا هقول عليه اللي هو الايه؟ الماجنتيك تيرم. لو انا جيت اشوف الدايمنشنز الاي كروس البي على الميو ده كان وطع المتر تربيع، يعني يعتبر مقدار الطاقه المنتقله في وحده الزمن في وحده الايه؟ المساحات. فدي عامله زي قانون حفظ الطاقه، فدي الطاقه اللي موجوده جوه الموجه جزء منها هيتاخد على انه اوميك هيتنج، يعني جزء من الماده بيتعامل كما لو كان عباره عن مقاومه، جزء من الطاقه ممكن يتخزن كاستاتيك تشارج
يبقى في كومبوننت من الماده كما لو كانت مكثف، جزء من الطاقه هيخزن على شكل ماجنتيك فيل، يبقى في كومبوننت في الماده اللي قدامها دي شغاله عندنا كما لو كانت عباره عن ايه؟ عباره عن ملف. وبالتالي يبقى اذا عشان احسب مقدار الطاقه اللي هي تخزن داخل اي ماده، المفروض اقدر ان انا اعمل لها ايكويفالنت سيركت من ثلاث حاجات اللي هو الار والال والايه؟ الار والال والاي اللي هو السي. طبعا عشان يعني بما ان دي الكتروماجنتيك ثيوري، فالالكتروماجنتيك ثيوري نجحت في تفسير بعض الحاجات في الفيزيكس زي الانعكاس والانكسار والتداخل، ولكن عشان دايما العلم مفتوح مش مقفول، فاحنا عندنا هي النظريه الكهرومغناطيسيه فشلت في تفسير الفوتوالكتريك افكت، فشلت في تفسير اللي هو الكوانتم ايه؟ سكاترينج، لكن كانت هي البدايه للريلاتيفيتي. يعني طبعا اللي عاوز يعرف اللينك هو انا مش خبير فيه قوي بصراحه، بس انا ناوي ان شاء الله الطلبه توقف طنطا ان انا ادرسه السنه الجايه. لو اللي بيناقش الحته دي كويس اخر شابتر في كتاب جرافيس اللي انا كنت كاتبه لكم في اول ايه؟ في اول سلايد، اللي هو بدايات الريلاتيفيتي جات من دراسات معادلات ايه؟ معادلات ماكسويل. واشكركم على حسن الاستماع.